دير الصلاة فيه ترتفع كالبخور، واحة عبادة وانكسار، خبرة محبة ومعهد ومدرسة وجامعة ينهل بينها الطالب علماً ومعرفة، ويتدرب على البحث والتنقيب، ويعاشر الفكر قديمه وجديده. نعم، هو البلمند، الأثر والإطلالة، الأثر الأجمل مما تركه الفرنجة في لبنان. أما الإطلالة فتنبع من ماض أعرق من الإفرنج، إنها مسيحية هذه البلاد التي تتعمق ناهدة إلى المرجو في تلاحم الله والإنسان. هناك خلاف بين الباحثين حول زمن بناء الدير، فمنهم من يرجع بناءه إلى الفرنجة، ومنهم من يقول بوجوده قبلهم. إن اختلاف أغلبية الباحثين الشرقيين والغربيين واضح هنا، فكل منهم يريد إرجاع زمن بناء الدير إلى وقت يعود الفضل إليه في تشييده. فالشرقيون يقولون بوجود الدير قبل مجيء اللاتين وينسبوه إلى القرن الثامن الميلادي، أما المصادر الغربية فتنسب بناءه إلى الفرنجة. تأسس دير البلمان سنة 1157 بعد فشل الحملة الصليبية الثانية يلي بشر فيها ودعا لها برنار دو كليرفو. برنار دو كليرفو هو مؤسس الرهبنة السيسترسية، اعتبر من قبل البابا مسؤول عن فشل الحملة الثانية، ورد بوثيقة على هالاتهام بأنه المسؤولين عن فشل الحملة الصليبية هن الصليبيين نفسهم بسبب خطاياهم. فمن هديك الوقت بلشوا يبعثوا رهبان على الشرق، ومن هديك الوقت أسست الرهبنة السيسترسية بالبلمند. بالبلمند بنشوف انه بالعكس الدير موجود على تلة، وهالشي بدل على انه الدير لعب دور برج مراقبة للطريق اللي بتتجه من الشرق من الأراضي المقدسة إلى أوروبا. منذ ثمانية قرون قام الرهبان السيسترسيون بتأسيس ديرهم الأول ما وراء البحار، على تلة مشرفة على الخط الساحلي إلى الجنوب الشرقي من كونتية طرابلس. فهل يعتبر هذا الخيار خياراً توبوغرافياً أم علامة استمرار؟ مكان صلاة وعودة، إلى الافتراض أن هذا المكان قد استقبل في وقت سابق كنيسة بيزنطية وقبلها هيكلاً وثنياً؟ هل دير هيدا انبنى على أنقاض دير أو كنيسة أرثوذكسية؟ وهالشي منقدر نستخلصه بسبب موقعه، بسبب هالموقع على تلة، بسبب موقع اتجاه الكنيسة يلي مغاير لبقية الاتجاهات الموجودة بالأديرة السيسترسية، وبسبب حجم الحجارة المستعملة بالحائط الغربي للكنيسة السيدة. جاء في المصادر الشرقية أن كلمة بلمند منحوتة من اليونانية باليا ماندرا، وتعني الدير القديم أي القصر الجميل، ونجد أن هذه التسمية توافق موقعه الجبلي. فهل المراجع الغربية توافق معنى التسمية الشرقية؟ دير البلمند، كلمة البلمند جاي من بلمو معناتها الجبل الجميل، وهالكلمة هاي منلاقيها بعدة تسمية لعدة أديرة سيسترسية موجودة بأوروبا وبالعالم الغربي عامة. مهما كان أصل التسمية فإن أمراً واحداً يبقى أكيداً، وهو أن البلمند الذي أعطى اسمه للمنطقة المحيطة به أصبح على مر العصور مرادفاً للنور والجمال والترفع والعمق. المنظر جميل جداً، المنظر من الدير، منظر البحر، منظر طرابلس، منظر أنفي، من أجمل المناظر اللي الرهبنة السيسترانية
انتقد هالمحل تيكون مثل كل الأديار اللي بتوقع على مرتفعات جبلية تشرف على كل المناطق. معظم الغرف والمباني في الدير هي مخصصة للحياة الزراعية، ومنشوف انه في عدد كبير من القاعات يلي هي مكان لتخزين المنتوج الزراعي ومكان لإقامة للحيوانات. ومنشوف انه عمل الرهبان كان بشكل اساسي يتمحور حول الباحة الداخلية. هالباحة الداخلية كانوا يمضوا فيها وقتهم، يعيشوا فيها معظم الاوقات، يتمشوا، يتحدثوا مع بعض، يقروا الانجيل، يصلوا. بشكل اساسي كان في كمان الصالة المجمعية يلي تحولت فيما بعد الى كنيسة القديس جورجيوس، وفي الكنيسة كنيسة السيدة. هالمباني اللي لها علاقة مباشرة بالحياة الرهبانية موجودة حول الباحة الداخلية. انخرطت الرهبانية السيسترسية وقد انطبعت بروح حملات الفرنجة في الصراع الذي تقوده الكنيسة الغربية إزاء الهرطقات. عرفت الحملة الفرنجية الثانية بالحملة السيسترسية لأن عظات برنار دو كليرفو كانت قد شقت لها الطريق وعظمت أهدافها في ذهن المحاربين الفرنجة، وكان رهان هذه المعركة هو الأرض المقدسة. ونشوف كمان أنه الدار هو له تصميم خاص بكل الأدرة السيسترسية، يعني تصميمه العام هو مربع، كما أنه الباحة الداخلية الكلوات هو كمان مربع، والمربع هو الصورة أو الرسم المقدس لأنه بيعبر عن الاتجاهات الأربعة، عن عناصر الطبيعة الأربعة، الأربع إنجيليين إلى آخره. وهو عبارة عن تمثيل لأورشليم اللي راح تصير، يلي حتنزل من السماء في العهود الأخيرة كما مذكور برؤيا يوحنا بالكتاب المقدس. بقي التاريخ الدقيق لظروف رحيل الرهبان السيسترسيين مجهولاً، إذ نجد ذكراً لدير البلمند في المجالس العامة لدير سيتو، فالرهبان الذين تهدمت أديرتهم على أيدي العرب لجأوا إلى دير بوليو في قبرص. أما دير البلمند فبقي موجوداً رغم ما تحمل من الردة المعاكسة لحملة بيبارس المملوكي. هالسيسترسيين تركوا الدير بسنة 1287، وأنه آخر أثر لإلهم هو اللوحة منحوتة موجودة على مدفن الرؤساء يلي كانوا موجودين بالدير. المؤرخون الأرثوذكس يفيدون أن الدير كان مهجوراً كلياً خلال فترة القرون الثلاثة هذه، أما المؤرخون الغربيون فيؤكدون أن البلمند كان مأهولاً بعد رحيل الفرنجة، ويتحدثون عن رهبان سوريين لا خلق دونيين سكنوا الدير، وقد كانت أعدادهم وفيرة في منطقة طرابلس حيث أقام أسقفهم. إنه دير البلمان بقي إلى مرحلة طويلة مهجور، ومنشوف أثر لسكن رهباني كان موجود بالبلمان بأواخر العهد المملوكي. بأواخر العهد المملوكي عندنا بعض المخطوطات يلي انكتبت موجودة بالدير، ومنشوف إنه الدير كان في ذكرى لمخطوط أرسل من دمشق إلى البلمان سنة 1491، يعني فترة وجيزة قبل سقوط الدولة المملوكية. إنما ما عندنا أي أثر لوجود أواني أو لوجود بورسلين مملوكية من هذيك الفترة.
مشان هيك بنعرف انه ربما في رهبان أرثوذكس بيتكلموا سرياني او بيكتبوا المخطوطات كمان بالسرياني كانوا موجودين بالبلمان. بعد 3 قرون من اهماله جرى ترميم الدير السيسترسي على يد الروم الأرثوذكس الذين أدخلوا تعديلات مختلفة على مبناه، إذ عمدوا إلى ترميمه لجهة استعمال القاعات والأبنية لخدمة متطلبات حياتهم الليتورجية وأنشطتهم. كانت هذه المبادرة استجابة لاتفاق بين السلطة الكنسية الأرثوذكسية وأعيان منطقة الكورة والرهبان. هل شيء منشوفه كمان لأنه الدير الأرثوذكسي بالبلمان تأسس سنة 1603، وسنة 1603 ربما هو التأسيس الرسمي يلي حول أراضي البلمان من أراضي تمار عسكرية يعني أراضي أميرية إلى أراضي وقف. ومنشوف هون أنه بالنسبة للبلمان في كان وجود رهباني سابق لهذا التحول، لأنه في عنا مخطوطات موجودة كتبت في البلمند باليوناني بالعربي وبالسرياني. ومنشوف كمان أنه في بالمرحلة الأرثوذكسية 3 شقق مهمة، هي الشقة الحلبية يلي فوق كنيسة مارجوريوس، منشوف أنه في الشقة البطريركية وفي المدرسة الإكليريكية. بالنسبة لهالمباني الأرثوذكسية تعمرت كامتداد للمباني السيسترسية، ومنشوف أنه كانت كتير بسيطة وكتير بذات الوقت مميزة بطابعها العمراني. منشوف أنه في مثلاً قبب، في قلالي للرهبان تعمرت بشكل قبب، وهذا شيء غريب جداً ومهم جداً. كما منشوف أنه الشقة الحلبية يلي انبنت في أواخر في أواسط القرن 17 وأواخر القرن 17 كانت مهمة جداً لأنه شكلت انطلاق مهمة لنهضة أرثوذكسية ولنهضة فنية، خلت العديد من الرهبان يلي اجوا من حلب يكتبوا المخطوطات ويرسموا الأيقونات ويجيبوا أيقونات جديدة معروفة بالمدرسة الحلبية. فعنا عائلة هي عائلة المصور يلي على 4 أجيال من يوسف إلى نعمي إلى آخرين كتبوا المخطوطات، صوروا نمقوا المخطوطات ورسموا الأيقونات وتركوا بالدير أثر وتراث هام جدا على الصعيد الفني. هذا المكان ينكسر الصمت ويجلس الرهبان حول رئيسهم كما الأجراء حول سيدهم وكما الرسل حول المسيح. كل يوم بعد الصلاة يقرأ أحدهم سيرة الشهداء أو فصلاً من نظام الرهبانية، وكان يصغي الجميع إلى تعليق الرئيس وإرشاداته الخلقية وتوجيهاته العملية المتعلقة بإدارة الممتلكات واعترافات من وجدوا أنفسهم مذنبين. نحن الآن داخل القاعة المجمعية التي تقع في الجهة الشرقية للدير. إن جدران هذه الكنيسة تعود إلى القرن 13، وما زالت النافذة المستديرة قائمة فوق الباب، ولربما كان هناك نوافذ أخرى بالقرب منها كما هي العادة، ذلك أنها من المرجح سدت. أيقونوستاس هذه الكنيسة مصنوع من الرخام، وهو من الفن الإسلامي المملوكي الذي على عكس سائر الكنائس الأخرى
هو غني بالإشارات المسيحية، وتعتبر هذه الكنيسة متحفاً للأيقونات البيزنطية. نرى فوق الباب الملوكي رسومات لكأس محيط بصليب، أما باب الهيكل على اليسار فيعلوه صليب شبيه بصلبان الأرض المقدسة، أما باب الهيكل على اليمين فنرى صليباً يوناني الشكل. تتألف كنيسة سيدة البلمند وهي تحفة التقشف السيسترسي من جناح واحد ينتهي بصدر كبير تحيط به غرفتان مستطيلتان تندمجان معها بشكل صدر مربع تبلغ سماكة الجدران المترين وعلو العقد 10.5 أمتار، أما انبساط الواجهة ف11.5 متراً. الواجهة الخارجية للكنيسة هي أكثر ما يبرز التقشف السيسترسي، توخي تجانس البناء في عري المساحات الجدرانية الواسعة، في ترتيب الجدران بعناية، في أصالة المواد المستخدمة، وفي رفض كل زيادة جمالية. لقد جذب البلمند بموقعه الجميل وبكنيسته الفريدة سواحاً وحجاجاً من مختلف بقاع العالم. J'ai découvert cette église dans mon guide et j'ai tout de suite été attirée parce que c'était une église cistercienne et que j'ai une grande passion pour l'art cistercien. J'ai découvert en France beaucoup d'églises cisterciennes qui sont très nombreuses et je sais qu'il y en a quelques-unes en dehors de la France, mais celle-ci est la seule église cistercienne qui soit au Proche-Orient. Les autres, on les trouve en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. C'est une église qui se caractérise par une très grande sobriété. Il n'y a aucune décoration intérieure, si ce n'est les ouvertures, et encore les ouvertures, on en trouve seulement sur le côté ouest de l'église, avec la rose, qui est souvent caractéristique de l'art cistercien, et autrement, sur une, même les fenêtres sont petites, et il n'y a aucune décoration sur les fenêtres. Le seul élément sculptural, c'est le bandeau que l'on trouve là, au-dessus, juste avant la voûte. La voûte est également extrêmement sobre, il n'y a pas de clé de voûte. Cette église a été donnée par les catholiques, entre guillemets, aux orthodoxes dès le XIVe siècle. Donc cette église est devenue une église orthodoxe, d'où la présence des iconostases, qui fait que malheureusement la ligne très pure de l'église, que l'on peut admirer normalement du porche ouest, est cassée par l'iconostase et qu'on n'a pas le plaisir de découvrir le cul de four. Mais bien évidemment, c'est tout à fait naturel qu'on ait pu avoir ce type de décoration. Donc c'est une église qui est décorée à l'oriental, puisqu'il y a l'iconostase d'une part et puis de très nombreuses icônes, mais ça reste quand même la grande pureté de l'art cistercien. ينكشف الفن الديني لدير سيدة البلمند بشكل واضح في هذه الكنيسة عبر زخرفة الايقونوستاس وسلسلة الايقونات الحلبية والأيقونات المجمعية الكبرى وأيقونة الدير القديمة العجائبية التي لها من العمر 688 سنة وهي تمثل السيدة العذراء القائدة. Mais ce qui est beau dans la touche dans chaque icône, regardez comment il touche le voile de sa mère. Donc c'est l'humanité, c'est Dieu qui touche l'humanité qui est sa mère. Qui a accepté de la toucher. Donc c'est le geste glorifiant de la Vierge, Mère de Dieu, elle porte Dieu. Et c'est la touche émotionnelle du Dieu envers l'âme humaine
mais en même temps, avec l'autre main, il porte le globe terrestre et il siège sur le corps de Marie. من أبرز العناصر الخارجية للكنيسة عمارة قوطية ذات لمسة بروفنسية واضحة. الشيء اللي بيتميز فيه دير البلماند هو قبة الجراس يلي هي وحيدة من نوعها، لأنه السيسترسيين كان ممنوع عليهم أنه يبنوا قبة جرس من الحجر. قبة البلماند تعتبر آية معمارية لأنه بترتفع على علو 6 أمتار وهي مزخرفة من الداخل، وهذا الشيء كمان ما كان دارج عند السيسترسيين يلي كانوا بيرفضوا الزخرفة بسبب قوة الرياح الموجودة بالبلماند. ربما هن سمحوا لحالهم أنه يعمروا قبة من الحجر بهالضخامة هاي. نحن بتعرف منظر الدائم من أجمل المناظر. أولا البناء هو بناء أثري، بناء الدير بناء أثري، الكنيسي، القاعة، القبة، قبة وحيدة يعني اليوم حتى بأوروبا ما في إلا واحدة من مثيلاتها، يعني لسبب المنظر أن تطالع قبل ما انشقت الطريق، وكنا نطلع مشيا على الأقدام لفوق. وقت اللي طلع الدير ما في شك أنه له مهاب كبير كثير وعظمة جدا هذا. في الحقيقة لقد استعمل هؤلاء الرهبان الذين لا يملكون معطيات فنية حقيقية بذوق رفيع المواد الأكثر قيمة والغرف الأكثر إتقاناً حتى ينجزوا إنشاءاتهم. ويتألف عملهم من 3 أجنحة كبيرة شيد الواحد تلو الآخر استجابة لحاجات الدير المتزايدة أو لاستقبال أنشطة أخرى تهدف إلى سد الناقص في الخدمات الاجتماعية والإنسانية على صعيد المنطقة. القاعة الكبرى ذات مرأى نلمس فيه الضخامة ونتوجس القدرة. هذه القاعة هي أكثر طولاً من الكنيسة وتعرف أيضاً بقاعة الرهبان، وقد استخدمت كما هو مرجح كمكان لتبادل الأحاديث وتوزيع الأشغال وفق التقاليد السسترسية. إن مدخل قاعة الرهبان بني حديثاً، ولكن استعملت بعض الأجزاء القديمة لبنائه، وفي أعلى الباب ما زلنا نرى الفتحة المستديرة، ويزين طرفها العلوي زخرفة ناتئة تصب على تاج كورنثي صغير خاص بالقرن 13. منشوف كمان إنه صالة الرهبان كتير كبيرة، وهذا الشيء بدل على أنه ربما كانت ملجأ لأهالي المنطقة يلي كانوا في حالة الحروب يقدروا يجوا يلتجؤوا إلى هالصالة الكبيرة. كانت ربما كمان مركز لتخزين المواد الغذائية وللعمل الزراعي بالأوقات العادية. بقي من الرواق السيسترسي ممران، وأدخل عليه بعض ما تبقى من الحطام المزخرف للرواق القديم في بناء الرواق الحالي: رسوبات مخروطية، أعمدة صغيرة، مناضد، تيجان أعمدة. الباب لعب دور كبير على الصعيد أنه كان مجتة للمعزة لمنطقة الشمال في كل في عقود لحد سنة 70 من القرن 20. بتقول أنه الكثير من العائلات في منطقة الشمال كانت ترسل القطعان إلى منطقة البلمان لحتى يمضوا فترة الشتاء. من هون بنشوف أنه الدير لعب دور زراعي ودور ثقافي ودور اقتصادي مهم جداً في حياة المنطقة. من السيسترسيين إلى الأرثوذكس
عرف دير سيدة البلمند رهبنة متنوعة، من الأب مكاريوس الديراني في القرن السابع عشر إلى يومنا هذا، رهبنة أرثوذكسية سعت عبر قرون إلى الاهتمام بالدير، ليس فقط بحياته الرهبانية بل بكل جوانبها المختلفة، الروحية والطقسية والزراعية والتربوية. بالنسبة للرهبنة بدير سيدة البلمند، يعني على مر الزمان ما كان في رهبنة واضحة مثل الرهبنات اللي بنقرأ فيها بالكتب عن الرهبنات. دائما كان تتأثر بطلاب معهد القديس يوحنا الدمشقي ورغبة هالطلاب بأنه هن ينتسبوا لرهبنة ويكونوا قراب من حياة الكنيسة. برأيي بأنه اليوم الدير هو بحاجة لرهبنة معاصرة، الرهبنة تكون فيها نسبة تعلم عالية لحتى يقدر يثبت موجوديته الراهب اللي موجود بهالدير أمام التحديات اللي حوالين الدير، التحديات الإيجابية، يعني يكون له صورة إيجابية بالجامعة، صورة إيجابية بالمدرسة، صورة إيجابية بمعهد القديس يوحنا الدمشقي. يعني أنا كنت إكليريكي مثلا، ماني راهب بدير، هذا مصر.